طيب كابتن سيد، برضو بما اننا بنتكلم عن الفتره دي لانها فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مصر الحقيقه، لانه كانت كلها بطولات 2006 2008 2010. انت ما لعبتش 2010 اعتقد. لا انا ما لعبتش في 6، انا لعبت 8 و10. لعبت 8 و10، ما لعبتش في 6. ابو تريكه هو اللي ما لعبش 10. اه ابو تريكه اللي ما لعبش 10، لكن المنتخب خد الوقت ده، خد البطوله. الفتره دي تعامل الكابتن حسن شحاته، لان انا بشوف دلوقتي، يعني انا من شويه جبت صوره على المنتخب الاولمبي هنتكلم عنه دلوقتي، ولكن انا جبت صوره للشناوي وللونش. الشناوي والونش، وانت راجل مدرب منتخب مصر دلوقتي ومعروف انتمائك ان انت راجل اهلاوي وكل حاجه، ولكن صوره الشناوي مع الونش النهارده الحقيقه صوره معبره. هي دي مصر في الاخر، هي دي مصر، اهلي وزمالك. وان انت تشوف الشناوي شايل الونش، الونش اول لما جري بعد المباراه جري على محمد الشناوي، لما تشوفهم في المباراه تلاقيهم، الصوره اللي قدامنا دي لما تشوفهم في المباراه بتلاقيهم انا عايز الاهلي يكسب، وهو الونش اكيد عايز الزمالك يكسب. فبالتالي بتتعامل في النقط دي ازاي؟ يعني هو اولا لازم كلنا نبقى عارفين او عندنا المعلومه ان كل البطولات اللي بنعملها دي عشان منتخب مصر. هي كل البطولات المحليه، الدوري والكاس، عشان بعد كده منتخب مصر هو اللي بيشارك في البطولات، هو اللي بيحقق انجازات كبيره جدا. كل واحد بيحب النادي بتاعه واكيد عايزه يحقق كل البطولات وياخد حقوقه كامله في كل حاجه. انما انت بتتكلم على صوره، ده الطبيعي بين اتنين لعيبه يعني في منتخب مصر. هو ده انت فرقه واحده، انت طالما اتجمعنا ولبسنا تيشيرت واحد فاحنا كلنا على قلب راجل واحد زي ما بيقولوا، احنا كلنا فرقه واحده، كلنا مجموعه واحده. ودول الاثنين برضو بكل امانه عشان نديهم حقهم، الاثنين دول مختلفين. يعني الشناوي والونش، الونش واحد من اللعيبه الكويسه جدا، واحد من اللعيبه اللي في حالها، اللي ملهاش علاقه باي حاجه، ملعب بس بيحاول على قد ما يقدر. انا هضرب لك مثلا المعسكر الاخير، الونش كان عنده اصابه في ركبته واثار، يعني كان ممكن يعمل عمليه وقتها، كان اي حد مكانه كان ممكن ما يبقاش موجود في منتخب مصر. تواجد وتواجد الماتشين وكمل بشكل كويس. الشناوي انا حضرته في ثلاث حاجات. الشناوي وهو صغير في النادي كان لسه طالع، والوقت وانا كنت لعيب وقتها، والوقت اللي مشي فيه حضرته وانا في الجهاز الفني، وقت ما بيلعبش يعني قعد سنه ما بيلعبش او سنه وثلاث اربع شهور، وبعد كده اخر 8 شهور معانا هو اللي كان بيشارك. يعني بعد ما خرجنا من بطوله افريقيا مباراه الوداد في النهائي، خلاص خدنا قرار ان الشناوي هو اللي هيشارك، هو اللي شارك بعدها. وهو بكل امانه يعني الوقتين ما اختلفش فيهم، نفس التمرين، يعني نفس التمرين وهو ما بيلعبش ونفس التمرين وهو بيلعب. فده يدي لك واحد عنده طموح وعنده امل وعنده، هو مستني الفرصه بمعنى اصح. واول ما جات له الفرصه بقى هو جون مصر، يعني تخيل الجون لحد 2017 ما بيلعبش اي حاجه. صح، احنا بنتكلم في 21، انت بتتكلم اربع سنين لعب كاس عالم، لعب اولمبيات، خد مع النادي بطولتين افريقيا، خد كاس عالم ولعب كاس عالم انديه. وهو الجون الاساسي، الجون الاساسي للمنتخب الاولمبي، الجون الاساسي للمنتخب الاول، الجون الاساسي للنادي الاهلي. ده مش انت لو قلت لحد هيحصل بعد اربع سنين اي جون موجود دلوقتي هيبقى هو هيعمل الكلام ده؟ لا طبعا، مش هتصدق طبعا. فهو يعني مباراه النهارده، انت انا من الناس المؤمنه جدا ان حارس المرمى ده مش اللي هو بيشيل لي كوره في الماتش لا، اللي هو محتاجه الاقيه. انا احتاجه الاقيه ازاي النهارده وانا كسبان واحد؟ ايه اللي كسبك؟ مش الجون التاني، الكور اللي شالها، اللي شالها الشناوي. لو النتيجه 1-1 غير بتتكلم 1-0. فهو الشناوي ادى مثل لكل الناس اللي موجوده. انا راجل شوف الفتره الكبيره جدا، انا اسلام اللي مشي بره النادي، حرس الحدود، الجيش، بتروجيت، انديه كتيره جدا. انما هي النقطه اما رجع النادي حس بالنعمه اللي هو فيها فحافظ عليها بشكل كبير جدا. هو ما بيلعبش، بيتمرن كويس، لحد ما خد الفرصه، خد الفرصه خلاص الموضوع بقى في حته تانيه.